بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، راح نتابع تطورات البيتكوين. طبعا كنت أنا قلت أمس أو بالفيديو السابق إنه البيتكوين طالع إلى 7900، إن شاء الله تعالى حيكون نهاية عفوا طالع ل 9500 أو 9600، تمام، لنهاية هذا الشهر، بعدين حنعمل توب. حاليا طبعا صار عنا الهبوط هذا كلياته، الناس فكرت انه هو هذا البيع، رجع من هون من هاي المنطقة طلع. طبعا اللي كان مشتري، انا محتفظ بالصفقة تبعي، هاي هي الصفقة، اوكي، هاي هي ما زالت الصفقة. طبعا الستوب لوس تبعي شايفين وين حاطه، هون هو، اوكي. حاليا تحليل كتحليل انترادي على نينجا تريدر، اوكي. طبعا حاليا هو كسر هاي المنطقة، تمام، كسر هاي المنطقة، كسر هاي المنطقة اللي هي تعبر عن شو، تعبر عن الفاليو اريا. فمتوقع انه يطلع لي، بده يشتغل انتراداي، متوقع يطلع لهي المنطقة. هاي المنطقة خلينا نشوف قديش قيمتها، تقريبا 8911. اللي حابب يشتغل انتراداي، يعني يشتغل انتراداي، طالع لهي المنطقة ويحط ستوب لوزو اسفل هاي الشمعة. هذا هو فريم 60 دقيقة. طبعا عم يسألني عن هذا المؤشر، هذا مؤشر اسمه الفوليوم بروفايل. هذا مؤشر بينزل على نينجا تريدر، بيرتبط بأسواق بأحواض السيولة. طبعا كمان في طريقة معينة لدراسته ولتحليله، بيعطيك وين مناطق اللي كان فيها، تمام، كان فيها فوليوم، وكان في مراكز مفتوحة. مثلا على البيتكوين كان في عنا هذا الخط تقريبا اللون الفوشي، هذا يمثل مناطق طلب. هاي منطقة طلب، هعملها باللون الأزرق عشان تشوفوها، كانت هاي منطقة طلب، هذا الخط الفوشي، وهذا الخط الفوشي كمان كانت منطقة طلب اليوم اللي قبله. وهون كان عندنا كمان منطقة طلب، لاحظوا كيف السعر ارتد تماما من منطقة الطلب. فعندي هون حجم العقود، حجم العقود اللي كان موجود على الشراء هون وهون وهون بهي المنطقة. كمان عندي فوليوم اريا، تمام، وعندي هون بوينت اوف كنترول. هاي كلها البوينت اوف كنترول، كلها كانت هاي مناطق، هون منطقة طلب، هون منطقة طلب، هون منطقة طلب، هون منطقة طلب، هون منطقة طلب. بينما فوق عندي منطقة طلب تنتين، منطقة طلب تنتين، منطقة عرض، هاي أول وحدة، هاي الثانية. فشي طبيعي أوتوماتيكي إنه السعر حيحاول يرتد من المناطق اللي عليها أوردرات شراء كبيرة. فهون كان في أوردرات شراء كبيرة اليوم اللي قبله، هون كان في أوردرات شراء، هون أوردرات شراء، هون أوردرات شراء، هون أوردرات شراء. فحاليا متوقع، حاليا خلاص أوكي، هون ما في سعر متوقع يطلع يوصل لهي المنطقة، لهذا البيك، اوكي، هاي المنطقة. فهون ما في عنا عقود كبيرة، فهون متوقع حاليا سعر يمشي بكل سهولة لهي المنطقة. خلاص خلاص من منطقة هاي لهون، هاي المنطقة اللي كان فيها كميات طلب كبيرة، لاحظوا كان فيها كميات طلب كبيرة على البيتكوين، متوقع انه يواصل صعوده. فانت لو شغال انتراداي ممكن تاخذ ستوب لوزك اسفل هاي المنطقة، اسفل منطقة الطلب هاي، تاخذ تيك بروفيت تبعك مثل ما حكينا عند 8911 لو شغال انتراداي. نهاية الفيديو، اتمنى للجميع التوفيق. بالمناسبة هذا المؤشر هو مؤشر بينزل على نينجا تريدر مثل ما قلت انا، وبيرتبط بالبيت ميكس. في طريقة لربط البيت ميكس مع نينجا تريدر، بتنزل هذا المؤشر عندك وبيعطيك مناطق الطلب والعرض الحقيقية على البيتكوين، بيساعدك كتير باتخاذ قرار. هذا المؤشر مدفوع، تمام، عشان ما حدا يسألني عن المؤشر اللي أعطيني المؤشر. هذا المؤشر مدفوع، فيك تشتري من النت، يمكن حقه 150 أو 200 دولار مع التاكسس، بيوقف عليك بشي 200 دولار. فأنت بتشتريه، بتملكه، بتصير تستخدمه، بتحلل عليه. طبعا في طريقة للتحليل، أنا راح أعملها دورة مدفوعة إن شاء الله تعالى، راح أسجل فيديوهات وأرفعها على موقع أودومي، واللي حابب يشوف الفيديوهات هحطها على هذا الموقع، بيدفع مبلغ معين، لسه ما قررت شو هو، بشوف كيف طريقة التحليل. الفوليوم بروفايل، طبعا نقطة تانية انتبهوا، هذا فوليوم بروفايل، هذا ما هو ماركت بروفايل. في فرق شاسع بين الماركت بروفايل والفوليوم بروفايل، اي نعم كلاتهم بروفايل بس ما بيشبهوا بعض. هذا الشيء وهذا الشيء. نهاية الفيديو، اتمنى جميع التوفيق، وتحياتي عماد جان.